السلام عليكم، معكم سعيد. اليوم مش كون في جديد، حلقة جديدة. اليوم حنكمل في اللعبة الخرافية اللي سحبنا عليها لمدة طويلة، بس قررت اني ارجع لها واكمل عليها. طبعا قبل ما نسجل الفيديو لا تنسى اشترك معنا عشان تدعمني، وبرضه تحط لايك كنت تبغى فيديوهات اكثر عن هذه اللعبة. اوكي، فطبعا اليوم شباب قررت اني طبعا اكتب البيت هنا شوي صغير، من هاي الأخشاب عشان أطلع بيها وشوي صغير، فقررت إني أضيف لي طابع تاني عشان أصير أكبر. طبعاً جمعت خشب، شوف خشب كتير هنا عندنا، فراح نضيف طابع تاني. فاحنا ما نقدر نبني بيك طريقة، فكم ارتفاع تقولون شباب؟ الحين شوف ارتفاعها، شوف الارتفاع، ضيف الرابع والرابع. دقيقة أقدر يعني أبني كذا؟ لا ما يمكن. طيب ننزل، طب اذا نزلت شويه يعني شويه فنزلت شويه اقربني يعني. اوكي اقربني عادي. اوكي حلو، فاحنا راح نحمل هاي الطريقه عشان حق اليقفل. طبعا كل شويه حنطف كذا، فلازم اننا نكون شباب يعني مستعدين لاي طيحه. اوكي احنا ممكن مثلا نجيب طيحه حق اربع بلوكات، لا من قوه اقرا ام القوه تجي كمان اقدر. لا انا اخليها مو فكره افضل. لا لا تكسر تكسر انا. اوكي انا كمان سوي لا انا اوكي تجي بالقوه شوف انت تجمع اكل. اوكي فطلع علينا ان خوينا الخشب ما ينزل اللي يعطيك ستاف اربع ستافات منه. اوكي لازم نتعود على هذا الشيء، نكون شوية حنطيح. لا ما شاء الله كملتها وطحت مرة ثانية، ليش نكون كل شوية حنطيح؟ لازم نسوي لها كذا 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 زين. اوكي نايس حلو. لا دايما ما اطيح. يلا عادي 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 نصعد كل شوي. ما شاء الله اليوم صايم خاطر اني ما اطيح او اسوي شي غلط. انا اشوف الطريقات اذا الالعاب اخرى تبغوني انزل عليها القناه. ما ادري ايش احنا نقول لها ما حلوة، لازم نكملها في سلسلة رمضان كلها يعني. في رمضان يعني اقول لكم رمضان كريم عليكم، علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. اوكي تفوق في السماء كده لازم لازم نسوي دي كده. لا لا لازم نسوي سبعة عشان نطلع له. بدو يبقى زي ما هو صح، لازم بس كله احنا اوكي بالذات الموجود هناك هذا لازم نحش عشان نحش نحش. شنو ضغطتهم؟ عرفتهم انا كلعوا كلعوا. والله قلت خلاص انا لازم اواجههم. هذا يهاجم صح؟ تعال صير ايرون. ها اي والله تهاجم صرت كذا مزعج حاليا. فمعليش طريقة انا عشان طعم فاس نغلم حيوانات لدولي يعطوك طعم فاس دي هزم عليك. شوف شوف انتي قاعد تخويك. تعال 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 شوف راك تسوي سيف ايرون دا عشان دك دك. طيب هذا اللي احصل عليه بس ليش حيوانات حيوان الحنفاس تحي اصلا؟ ليش نجيب له حنفاس في اللعبة؟ ليه عندي كل شيء ليش يصير؟ والله ما ادري ايش يصير صراحة. نهاية الفيديو راح نجاوب شوف شو يصير. يعني احط كل المواد في الصندوق اشوف شو يصير. ممكن انه يكسرني على طول ما ندري. يا تعبت شوف في حيوان هنا، حيوان هنا يعني ما يهجم عليك. لا 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 لا
اوكي لازم نطلع مرة ثانية كده بالخشب. او لا لازم نطلع من هنا صح؟ تكفى تكفى وين دي يلا عاد عاد كل شوي نطلع بنيش البيت اللي فوق الجبل من اللي قال لك اصلا من اللي قال لك تبني بيت فوق الجبل اوكي على شباب وانا في نهاية الحلقة راح نجرب نشوف هذا اللحم ايش يسوي انا ما طفش مثل ما يجيني دول كريهين الحيوانات كريه كريهة كريهة هذه الحيوانات علي تطفش اوكي افضل فعال ولا الطائرة من الاصوات انا قاعد اصور اوكي اوكي شباب صار عندنا ورع الطائرة صار الحين ما راح يكون موجود في اي شيء اي مشاكل في الفيديو ان شاء الله فيلا ان شاء الله لكم مشاهدة ممتعة نكمل نكمل البيت اوكي هي لا 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 والله لازم اتشت من باقي ما اتشتنا اوكي شكلي حضرت خشب اكثر من اللازم شكلي المفروض بس شوية مو كله كلام طيح مرة ثانية ما يمدي كده هذا شباب يسوي فيديو حق بيتي الموجود في ماينكرافت فرق بين بيتي الموجود في ماينكرافت والموجود في هاي اللعبة لكن سرفايفل كرافت اوكي الحين اسهل شيء كل ما يصير بس يعني شباب اوكي نايس تقول إن ما جبت هذا الشيء هذا الشيء جبت من داك ما أدري اسمه شوف هذا نسيت اسمه صراحة دقيقة داك اللي جينا في الكهف داك الشيء الأصل اللي جينا في الكهف اللي حطيت معاه السك راح يعطيني دا هو هذه نار هذه أقدر أسوي بها نار ترى ممكن نحرق بيها الحيوانات من اللحم المطبوخ هذا اللي كان يوجد صراحة بس نجرب في حال نجرب في حال اوكي ما اعرف شيء هي ما اعرف شيء كسو اوكي ما ابغى اكون هنا حطها في النص كده ايوه كده كسف الدوري النص يلا والله ممكن بس دقيقة كسر دي كده حلو يعني عندنا خشب هنا عادي دي الصخرة اللي سوينا بها طبعا حط اوه سمعت ايش هنا اوكي نايس اوكي صح طب اسوي درج دقيقة وين الخشبة هي جيب الخشب تعالوا واصل انا عندي خشب يعني عندي خشب في المحل بس هذي ليش ما اخذت ليش ما استخدمت اصلا هذي اذا كان السلالم يمكن صنع نفس الشيء اوكي صنعش اكثر من مشروع هذا سلم صح اتوقع عن سلم دقيقة ناخذه سلم صح ادري اذا كان سلم ولا لا امسياج اوكي سلم انزل اي كيف انزل اوكي ارجع بورا حلو كمل وضع الخشب اتوقع ان هذا يكفي صح تكفى هو اللي يكفي نزيدها شوية نزيدها فوق اكشر يلا الحين طب اوكي لازم انقل كان المفروض ارفع شوية صح اتوقع الزبدة ان هذا المكان راح يكون هو المخزن كان المكان كئيب هاي دقيقة اجيب العكس سوي فيه فتحة عشان اوه ليل هلا والله ليل نايس اوكي فتحة لازم نسوي زجاج
احنا وصلنا في طبعا صف الزجاج في باب يعني هو الزجاج حقنا وكنت نظن نبصنا الصناديق لأنه بيكون هذا المخزن حقنا وبكسر الصناديق الموجودة هنا برضو ليش شباب معلش معلش شباب بالغلط وانا بغاك شو كده ايش اوكي اوضع بنجي الوقت يعني وبضبط الوقت اوكي اوكي ايش واحد واحد ولا انت واحد هو بالملي هذا هو نجيه الاشياء خلي كان في كاتشن شيء اوكي دحين بنقدر لا لا اصعد 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 دحين بنقدر اننا نحط التشستات واحد واحد اوكي تشستات اوكي وما يكفي يتجمعون بس هنا لا وضع مختلف اوكي انزل 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 يعني يجي الاكل والله الاكل ينكسر الاكل حاطين جلد جلد طبيعي طبيعي يا صندوق ما في شيء اكيد ما في اللي انا واخدها اللي انا واخدها اوكي اوكي هنا الصندوق هذا الصندوق يا زايد هنا اوكي هذا الصندوق احط فيه المواد الاشياء التمينة زي دولي والكوبا والايرون والله انت عايزين كثير ما شاء الله ما شاء الله اوكي برضو ده الشيء ولا لا لا ما يخلو من الملابس وش يلا نحط شمعش وهذا نحط في اوكي بس نخليه عندنا لا هذا نحط في البلوكات اوكي البلوكات اللي او هنخلي هذا صندوق الخشب وساند ستون معي هذا اوكي هذا بعدين هذا خلي حق الملابس بس كانت عندنا ملابس زايدة وهذا خرابي في كل شيء يعني وهذا حق الأكل لا اوكي هذا حق البلوكات كابل ستون كده أشياء كثيرة مع هذا الخشب اوكي هذا خالص هذا حق الألوات يعني أنا هذا الأكل خاص هنا اوكي والله أكل أم الجوع لا شكله الجوع والله إني مرة جوعان ودي شيء ما خدت أنا جيب جيب فتشوف ها البلوكة كول صح صوت كول ايه والله البلوكة كول أنا أقول إيش دي أنا حاطها في صندوق البلوكات كل شوية صعد وانزل كل شوية صعد وانزل صعد وانزل والله كده أنا في أنا في شيء ممكن يخليني أشوف يعني أعرف أنا في الأشياء أوكي يلا جلد جلد الحيوان اللي قاعدين نكسلها وكل أم الجوع دقيقة دقيقة الملابس وحط القبعة دقيقة مصر فوق حط الملابس في صندوق الملابس لأن الجوع وكل أم الجوع أوكي قم بنجرب أننا ناكل ده الشيء ونشوف شو راح يصير فينا طبعا دي المواد موجودة عندي ما راح تروح تخافون اوكي كلته بس زادني شوي بس شباب قاعد القلوب القلوب ما ادري ايش صار فيهم طيب تعالج معي الحال ولا تبقى كده try take a nap لا 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 سويت اوكي شباب تدرون ايش نسوي الحين تسوي ذاك الشيء اللي تعرفونه طيب ده سبنج يعني يصير الأكل فول ولا يرجع لا يرجع النص اوكي يلا عادي عادي يرجع النص الجبتة جيب الجبتة ده سبنج ولا لا خلاص الاكس بي رجعت في الوان لا
يلا عادي عادي راح ارجع الفلاش في خلف الكواليس يعني يلا عادي ممكن لابس لا المفروض البسها اوكي بس شباب لا تنسوا لايك سبسكرايب بس سلام.